كيف نقدم مشروب ساخن مميز؟ نحتاج إلى قطعة بلاستيك، قلم تخطيط، مشرط، كريمة مخفوقة، كاكاو. نحضر قطعة بلاستيك ونرسم عليها شكل المرغوب. نفرغ الرسمة بواسطة المشرط. نضع كمية من الكريمة المخفوقة على سطح المشروب. نضع القطعة البلاستيكية فوق الرغوة وننثر الكاكاو أو أي مادة مرغوبة فوقها. تستطيع استخدام هذه الطريقة لمفاجأة شخص عزيز عليك بكتابة إهداء على سطح المشروب. هل تعلم أن النسكافيه أو الكابتشينو تزيد من نشاط الإنسان خلال أداء عمله وتبعد عنه النوم؟